ان هو الاستاذ محمد لو كان غنى كان هيكون قريب من الاستاذ عبد الوهاب. لا لا ده انت صوته، لا صوته في الكلام يمكن، كلام و... في الكلام يعني. هو كان بيخليه ساعات لما يحب يهرب من المكالمات كان خليه يرد هو على انه هو، بس مش اكتر من دقيقتين ثلاثه اكشف يعني بعدها يعني. بس كنا نعمل كده يعني، كنا ساعات يعني مثلا يقول لي ايه كلم فلان وقول له تعالى انا عايز كذا 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 مثلا يعني، فاكلم فلان بس بتتك على حرف زياده الهلو، بس اللي هي الهلو حبيبي يعني، هو هلو حبيبي ف يعني اقولها ايوه، وفلان مثلا اعمل كذا 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 حاضر يا استاذ، بس ايه لمده دقيقه دقيقه ونص ووقف. وساعات كان يحصل العكس يعني، مثلا حد يكون بيكلمه وانا ارد وهو مش موجود مثلا في الحمام في الاوضه في اي حاجه، فارد رد يا محمد ارد، فانا الاستاذ عبد الوهاب ايوه دقيقه واحده انا مش الاستاذ عبد الوهاب، لا يا استاذ عبد الوهاب انا بكلم حضرتك بقالي فتره وحضرتك بتتهرب مني، والله انا مش الاستاذ عبد الوهاب انا ابنه، يا استاذ عبد الوهاب عيب كده يا استاذ عبد الوهاب، مره واحد والله قفل السكه في وشي يعني على يعني قد كده. ساعات فتي يكون الى حد يعني زي ما بقول لحضرتك كده دقيقتين ثلاثه وبعدين بعد كده لا اكشف، لان هو هي مش مساله نبره صوت كمان قد ما هي طريقه يعني. انا دايما في كلامي مستعجل، ابويا كان هادي في كلامه، وفي كتير بيقلدوها على فكره زي مين؟ والله في فنانين بيقلدوه. والله انا ما بيضايقك انك تشوف حد بيقلده؟ لا خالص، لاني عارف انه شوك هيوصل له لا بيقلده يعني. شفت شعبان عبد الرحيم لما زعلت زعلت والله هو غنى